صيام رمضان له تأثير إيجابي ويحسن من الصحة العامة للإنسان إذا تم بالطريقة الصحيحة. وفي حال عدم اتباع نظام غذائي صحي أثناء هذا الشهر، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي كحرقة المعدة وعسر الهضم. تحدث هذه المشاكل عادة بسبب التغيير الجذري في مواعيد الوجبات وتنوع الأطباق في مائدة الإفطار، أو الإفراط المفاجئ في تناول الطعام بعد انقضاء ساعات طويلة من الصيام. الدكتورة سلوى باكي أخصائية في التغذية تقربنا أكثر من التغذية الصحية والنظام الغذائي الصحي الذي يجب اتباعه خلال هذا الشهر الفضيل. دكتورة سلوى باكي أخصائية في الغدد والتغذية والسكري في مدينة أكادير. اليوم جينا باش نهضروا على النظام الصحي خلال رمضان. في رمضان في الاكل ديالنا العادات كتختلف، طريقه الاكل كتختلف، كنوليو كناكلو في وقت قصير ثلاثه الوجبات او وجبتين، يعني تيكون عندنا مشاكل ديال المعده او لا مشاكل ديال القولون العصبي او لا مشاكل اخرى ديال العياء او التعب في اليوم. باش يكون عندنا نظام غذائي صحي في رمضان كاينين واحد التعليمات اللي خصنا نتبعوها. اولها هو انه خصنا نحافظوا على وجبتي الفطور والسحور، اش كاينين بزاف الناس اللي ما تيتصحوش، والسنه النبويه كتنصحنا باننا نحافظوا على هاد الوجبتين بالضبط. ثاني حاجه هو خص يكون عندنا المياه، خاصنا نشربوا المياه بكثافه منتظمه فما بين وقت الافطار ووقت السحور، ما نشربوش مره واحده كميه كبيره لان الجسم ما كيستافدش منها، يعني فرقوا هذاك الكميه اللي خصنا نشربوا على الساعات كامله حتى تنصحوا. ينصح ما بين اترو ونص حتى جوج اترو الماء بالنسبه للبالغين. خاصنا نحافظوا على المياه لان اول قاعده لصيام صحي. تنجيو لتكوين الاكل، الطريقه ديال الاكل ديالنا التقليدي المغربي، عندنا بزاف ديال الماكلات اما حلوين بزاف اما مقليين. مهم المائدة ديال رمضان الفطور بجانب التغذية الصحية هي غير ملائمة للتغذية الصحية، ولكن كنحاولوا أننا نتلائموا مع طريقة التغذية الصحية ونلائموها مع العادات والتقاليد ديالنا. أول حاجة كنقدروا نحافظوا على الحريرة، ناخدوا فيها حريرة ولا حسوة ولا صوبة ديال الخضر. حريرة خاصها تدور إما بالخضرة ويكون الحماص والعدس اللي فيها يكون قليل باش ما يجيش كتير على المعدة. كنكسروا في الصيام تمرة تجوج تمرات أو ثلاث تمرات إذا كانت من حجم متوسط، إذا كان حجم كبير تمرة حتى لجوج ما نفوتوهاش. كنمشيو من بعد الحريرة كيكون عندنا إما جوج الوضعيات، إما الناس اللي كيعاودوا يتعشاو، يعني في الفطور خاصو يكون بسيط يكون فيه الحريرة زائد التمر زائد عصير. من الافضل نتجنبوا ناخذ الفواكه كامله، يكون قهوه وحليب او لا شاي قليل السكر، ما تكونش فيه السكر كثير. الا الناس اللي ما تيتعشاوش كيكون في الوجبه ديالهم الفطور خضر متنوعه كيكون نسبه ديال البروتينات اما حوت او دجاج او لحم على حسب العدد ديالهم. بالنسبه كتبقى لنا الشباكيه اللي هي من العادات ديالنا، هي ما نقدروش نقولوا انها ممنوعه بصفه نهائيه، ولكن نحاولوا نوجدوها بطريقه صحيه. يعني اما تنديروا الشباكيه بقمح كامل وما تنقليوهاش في الزيت، ويدار العسل اللي كيدار ليها يدار ليها عسل قليل. بالنسبه للسحور خاصنا نحافظوا عليه لانه مهم باش كيعطينا الطاقه على النهار كامل. جوج الحوايج مهمين خاصهم يكونوا فيه، هو يكون فيه سكريات بطيئه، يعني اما سكسو ديال الشعير اما بالبولة اما يكون الزميطة اللي هي في العادات ديالنا ديال الناحية، يكون معاها الحليب او اللبان او دانون، وهادو هو اللي كيعطينا ان الطاقة الليل كامل. وعند الحاجة اللي هو سلو في عاداتنا المغربية الى توجد بطريقة صحية، يعني توجد اما دقيق ديال الشعير ما يكونش فيه السكر ولا العسل اللي ماشي طبيعي ويكون قليل وما تكونش فيه الزبده. نقدروا ناخذوا منه 3 حتى 4 المعالق لان كتكون فيه فواكه جافه اللي كتعطينا الطاقه والاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي كتدوز لينا النهار كامل. هذا بالنسبه للنظام ديال الاكل.
ولكن خاصنا نحافظوا على ساعات النوم، لانه عدم احترام ساعات النوم كيدينا للتعب والارهاق وكيزيد لنا من هرمونات الضغط، وهما الناس اللي كيتزاد لهم الوزن بالنسبه للرمضان. كيبقى لينا الناس اللي عندهم الامراض المزمنه بصفه عامه، منهم الناس اللي عندهم مرض السكري، الضغط الدموي، الكوليسترول او غيرها. هادو الاصل عندهم هو عدم الصيام، يعني حتى يعطيهم الطبيب ديالهم الرخصه انهم يصوموا عاد كيقدروا يصوموا. كنهضر بالضبط على الناس ديال السكري، خاص الا تعطاتهم الرخصه، لانه كنحسبوا بحال واحد الحساب ديال الخطر الصيام عندهم. الا سمح لينا بانه يكون عندهم الصيام، كنقادوا الدواء ديالهم على حسب الصيام، يعني كاينين دويات اللي كنقصوا منهم، كاين اللي كنخليو، كاين اللي كيكون عندهم الانسولين كنبدلوا قياس الانسولين على حسب الصيام. ولكن في هذا كله خاصهم يتبعوا اتباع ديال الوصفه الطبيه ديال الطبيب ديالهم، واش تسمح لهم بالصيام ام لا.